إيه جولدي؟ بتمنى تفهمني، منى لسه تصرفاتها مثل الأولاد، هي كتير بريئة، ما بتعرف شي عن الرومانسية وبعمرها ما جربت هالشغلة. اسمعني جولدي، أوعكي مع شي كلمة وتحرجها، أنا حكيت معها مشان تشوفك لأنه ما كانت رضيانة. وعتأخر على البيت ماشي؟ وإلا منروح فيها. مرت أخي، بترجاكي تسمعيني، أنا بدي منك توثقي فيني. رح رجعها على البيت بكير وما رح خليها تتأخر أبداً لو شو ما صار. هذا الموعد يا سويتي ضروري كتير بالنسبة لإلنا، مشان نتعرف على بعضنا، وإذا ما تعرفت علي كيف رح تقدر تقرر وتعطيني الجواب بخصوص خطبتنا؟ معي حق ولا لا؟ إيه جولدي، هذا الحكي مزبوط، ولهالسبب أنا خليتها تروح من دون ما حدا يعرف. بس إذا حدا بيدرى بالبيت بالشي اللي صار فأنا رح أتبهدل، ما في كلام، انتبهوا منيح، أوعي يشوفكن حدا. يا الله، شو هالغلطة؟ ما بصير تروح تشوفك لحالة، أنا كان لازم روح معه. لا يا مرت أخي، هذا الحكي غلط وما بصير بنوب. إذا بيوصل خبر لأخي برميت إنه بعد ما هو راح على لندن أخوه طلع له مرته بموعد غرامي، وقتها راح يقتلنا نحن الاثنين. شو هالحكي؟ ما بقى تعيدها؟ إذا بتعيد هالكلام مرة تانية وقتها راح أضربك وخليك تزعل، عم تفهم؟ والله يا سويتي أنتي بتموني، بحق لك تعملي فيني يلي بدك إياه. شيلينا من هذا الحكي هلأ واسمعيني، لا تخافي أبداً، رح خلي الأنسة منى ترجع على الوقت، هذا وعد مني. أها طيب، جولدي بدي إياك تخليها ترجع على البيت قبل الساعة 6 المساء. لعيونك يا مرت أخي، رح تكون بالبيت 6 إلى ربع، منيح؟ يا ربي، لازم أهلي ما يعرفوا أبداً، بترجاك لا تخليهم يعرفوا، والله إذا بيعرفوا رح يقتلوني أنا وياها، بترجاك يا ربي بترجاك. سويتي انتي هون؟ تعالي الفطور جاهز. صحي، وين منى؟ قليلي، شفتي يا شي؟ مو مبينة، دورت عليها بكل الغرف وما لقيتها، بتعرفي وينها؟ لك ليش ساكتة؟ اه ليش هي مو هون؟ جولدي صار هون؟ لك أنا كتير مرعوبة يا أنو كلب. ليش لحتى تنرعبي؟ مو على أساس جيتي برغبتك لتشوفي؟ الشي طبيعي إني أكون مرعوبة، هذا أول موعد غرامي بحياتي. لك أنا ما عم بقدر أفهم شو مقعدني هون بيناتكم أنتو الاثنين. أنتي ضحكت علي بكم كلمة وقعدتيني غصب عني. لا صراحة أنا غبي لأني رديت عليكي، على طول بعمل كل شي بتطلبيه. شو هالحكي؟ هاد واجبك يا أنو كلب، ولازم توقف معي. بلكي هالشاب طلع مو منيح وتجاوز حدوده، صدقني أنا بحاجة لشخص يحميني منه. أنا قاعد لأحميكي؟ طبعاً. هس خلص بقى، خليك ساكت، ليكو جاي.